من إله الكون قادا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن سيرة أعظم الخلق، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد مر معنا في الحلقة السابقة الحديث عن حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حاجة الناس إلى الرسل حتى يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة من الله للخلق، جاء هداية لهم ورحمة لهم، يريد لهم الخير، ينشر بينهم الفضيلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة، جاء هداية، ولذلك الله سبحانه وتعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في صغره. ومن الأمور التي تدعونا إلى العجب، وقد أسلفنا فيما مضى أن هذا البرنامج ليس المراد منه أن نستقصي جميع ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعض الأمور التي تستوقف المرأة المسلم للنظر فيها وأخذ الدروس والعبر منها. فمن ذلك ما جاء في الأمور التي وافقت وصاحبت نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، ولد فاقدا لأبيه، وبعد سنوات قليلة توفيت أمه، ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم في البادية ليتعلم اللغة. وكان هذا من فعل أهل مكة، يرسلون أولادهم في مراضع البادية حتى يكون بإذن الله تعالى ممن تعلم بعض الأمور التي تعينه على مواجهة هذه الحياة في عاداتها، في قيمها، في قوتها، فيما يعترضه من الصعاب. كما أنه عليه الصلاة والسلام أيضا قبل مبعثه رعى الغنم، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. كل هذه الأمور كان لها أثر في صياغة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صار أعظم الخلق وأكرم الخلق على الله وهو يتيم الأبوين. هذا يعني أن لا يفقد الإنسان الأمل في أن يكون ناجحا حتى وإن كان ولد يتيما، بل أحيانا يكون العظماء من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء أيضا عنه أنه من العظماء في هذا التاريخ، نجد بعضهم كان يتيما، ولربما كان لهذا اليتم أثر في صياغة شخصية الإنسان و حرص على أن يعوض هذا النقص الذي صاحبه في تتميم ما يحتاج إليه وإلى الاستغناء عما في أيدي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عظيما، ولد وترعرع ونشأ وصار شابا لا يعرف عنه إلا الخصال الطيبة الحميدة، عرف بالصادق الأمين قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن تزوج بخديجة رضي الله عنها، كان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، كان يذهب يخلو يتعبد، تدعوه فطرته إلى التعلق بربه سبحانه وتعالى. كان يرى أن ما عليه كفار قريش أو الناس في الجاهلية أنهم كانوا على ضلال، وأن ما يفعلونه ليس صوابا، وأن فطرته تدعوه إلى البعد عن مثل هذه الأشياء. لم يشرب الخمر، لم يسجد للأصنام، لم يقع في مثل هذه الأشياء. إذن هذا يدلنا على سلامة فطرته وعلى أن الله اعتنى به من صغره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ نشأة صحيحة، اصطفاه الله عز وجل من بين الناس ليكون رسولا إلى الناس.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ هذه النشأة، ثم جاء الوحي فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، جاءه جبريل فضمه ثم قال له اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فضمه الثالث قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الموقف يجعل المسلم يتأمل فيه ويستفيد منها أو يأخذ الفوائد الكثيرة. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، أي لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، وهذا من الأمور التي تجعل الناس إلزاما أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان قد نشأ كاتبا قارئا لكان ذلك سببا لصدود الناس، لربما قالوا إنما جاء به محمد إنما هو مما عرفه من الأمم السابقة، لكنه لم يكن يقرأ ولا يكتب حتى أوحي إليه في سن 40. فما معنى هذا؟ أن هذا من الإعجاز وأنه رسول الله حقا. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذن ما دمت لا تقرأ ولا تكتب معناه أنه يجب عليهم أن يصدقوك، لأنك لم يعهد عنك القراءة والكتابة، كنت أميا وما جئت به لا يقوله أحد أمي، لكن الكفار أبوا إلا نفورا وكفورا. إذن هذه فائدة. من الفوائد أيضا أن أول ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن دعوة إلى العلم إلى القراءة، وهذا يدلنا على عظم ما جاء به القرآن وما جاءت به الشريعة من الدعوة إلى العلم وإلى التعلم. وقد أيدت هذه الآيات آيات أخرى، منها قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأيضا قوله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل جاء أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله الزيادة في العلم وقل ربي زدني علما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفداء للأسرى يوم بدر أن يعلموا 10 من المسلمين القراءة والكتابة كما ذكرت كتب السير. إذن هذا يدلنا على عناية الإسلام بالعلم بالقراءة بالكتابة. أيضا تكملة لما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، أنه رجع إلى زوجته الصالحة المؤمنة التي تحسن التعامل مع زوجها، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة. رجع إلى زوجته خديجة رضي الله عنها فقال لقد خشيت على نفسي، أي خفت على نفسي من هذا الأمر الذي حصل له، أمر غريب يضمه الملك وضمه قوية ويأمره بمثل هذه الكلمات التي لم يعهدها. فما كان من هذه الزوجة الصالحة إلا أن طمأنت وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، أي تعمل الأفعال الطيبة، فلا يكون في مقابل هذه الأفعال الطيبة الجزاء السيء. أنت تحمل الكل تعين الضعيف وتساعده وتقري الضيف، أي تكرم الضيوف وتكسب المعدوم، أي تعطي هذا الفقير المحتاج الذي لا يجد شيئا تكون في عونه وتعطيه، فلا يكون جزاء هذه الأفعال الإساءة. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. فقالت له قم بنا إلى ابن عمي ورقة. ورقة ابن نوفل كان رجلا ممن تحنث، بمعنى أنه كان يتعبد الله ويتحنف وعلى ملة إبراهيم، وكذلك تعلم شيئا من